السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليومي صباح الوطنية. كما تعرف صباح الوطنية دائما يعودكم على المواضيع المهمة والضيوف المتميزين. اليوم استضفنا لكم الشاب صاحب الموهبة الغنائية، هو الحسين والمحمد يسلم والزبير. مرحبا بك ضيف الكريم، مرحبا بكم. معانا اليوم الضيف عبد الله الزين، مرحبا بك. هو الباحث في علم الاجتماع والانثروبولوجيا، مرحبا بكم وسهلا. موضوع الحلقه اليوم هو نظره المجتمع الموريتاني للشباب اصحاب المواهب. معايا في تقديم كالعاده سميره السمان. اهلا بك صفيه، اهلا بكم ضيوفي الكرام. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناه الوطنيه في هذه الحلقه المباشره من برنامجكم اليومي صباح الوطنيه. كيف ما تعرفوا قالت لكم صفيه موضوع الحلقه، ونرحب بالضيوف الكرام. مرحبا بكم وسهلا، نورت صباح الوطنيه. الله يسلمك. مرحبا بكم وسهلا. اذا الحسين اللي نبدا معاك ليتعرف المشاهدين على هذه الموهبه اللي عندك، بما انك تبارك الله موهبه نادره، بداياتها كانت معاك شنو؟ اولا نشكر صفيه على الاستضافه، شكرا للقناه الجميله. شكرا. وشكرا الدكتور عبد العزيز اتبيت الدعوه. شكرا. انا اسمي حسين محمد، مهندس جيني ميكانيك. هذه الموهبه تقريبا بديت استغلها من 2008 تقريبا. بعد تقريبا بثلاث سنوات كنت مارس الانشاد العالي في هذا. وبعدين غيرت، معناها اقنعني، معناها ثم ناس قنعوني الفن اللي يصلح لي انا بالضبط، واخترت نوعيه معينه من الفن هي اللي تمارس لحد الساعه. زين، شنو هي النوعيه اللي تمارس؟ غالبا طربي على ستيل عبد الحليم وام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وستيل الجبلي. زين، لين ندخل في الموضوع نغوصوا فيه اكثر. الحسين، بما انك مالك من الفئه اللي معروفه هون عندنا نحن عنها داخل هذا المجال، لين تكلم لنا شوي عن الظروف اللي حاطت بك انت كأنك مبتدئ ومزرت في هذه الموهبه تختار تطور. هي ظروف مازالت محيطه بي الى حد الساعه، لاني انا كيفني بديت، انا كيفني تخرجت هذه السنه، تخرجت جانفي لهنا في جانفي من تونس. الظروف مازالت محيطه بي الى حد الساعه، انا كيفني حالا بديت. وبون المجتمع لازم يتقبلنا، لان الشباب ان شاء الله اصحاب مواهب ياسرين، وانا كونتاكتوني ياس من الشباب ان شاء الله. واللي كان بي مثلا هم يبداوا يعرضوا مواهب من الناس، لكن كان قديم خالي مثلا من الكبت ويقعدوا متى يعني مستعدين يتجاوزوا. بنظرك انت عنهم المجتمع عاد له يتغير؟ انا شاك عن المجتمع عاد له يتغير ولا لا، نعرف. شو راي الدكتور ذاك؟ زين، راي الدكتور عبد الله، انا رجع لك شيء عبد الله، بما انكم كسوسيولوجي يتحدث لنا شيء نظرتكم المجتمع الموريتاني خصوصا في وقت هذا النوع من المواهب. جميل. اولا صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. شكرا صديقاتي بنت سلماني، شكرا صديقي حسين. بالنسبه لي هذا موضوع مهم ومهم جدا جدا جدا، لاننا نحن الان بصدد عمليه تحول، وهذا التحول لابد ان يتم بطريقه امنه. من سيؤمن هذا التحول؟ هم الناس القادرين على ان يؤمنوا التحول بعيدا عن القلاقل والبلاد. ليست هنالك مشكله في ان لان لان نعترف للاخر بان لديه موهبه. المجتمعات التي تطورت هي المجتمعات التي احتضنت المواهب واعطتها كل الظروف الملائمه لكي تصل. مثال السي حسين مثلا، شاب مهندس جميل رائع، لكن لديه موهبة الغناء. لماذا نحن لا ننظر إلى هذا الشاب أنه يمكنه أن يساهم في تنمية المجتمع من الجانب اللامادي المتعلق بالفن؟ وأن تدركون أن الفن غاية سامية، لا يمكن للمجتمعات أبدا أن تتطور إلا إذا تصالحت مع ذاتها فنية. والفن يدخل فيه كثير من المسائل، يدخل فيه الغناء، يدخل فيه الرواية، يدخل فيه
الأدب التمثيل الرسم النحت وما إلى ذلك. يجب أن نعترف بالفن، هذه مسألة مهمة كما تحدث نظرة المجتمع الموريتاني الآن. كما قلت لك يعيش عملية التحول، مجتمع مركب مجتمع معقد. لكي نعطي الصورة الحقيقية لتأمين الانتقال يجب أن نعترف للآخر بأنه مختلف عنا وأن نعطي حريته. كيف سنعطي للآخر حريته؟ الكثير من الناس يظن بأن جمع الأشخاص في كانتون معين يعطيهم صبغة الاستثنائية. يجب أن يكون المجتمع مندمج، مجتمع مختلف، لكي نستطيع أن نكون متجانسين مع بعضنا فيما يتعلق بعلاقاتنا الاجتماعية داخل المجتمع. حسب 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 ملاحظتك السوسيولوجي، أعتقد أننا يجب أن نفكك الكانتونات الضيقة المتعلقة بنظرتنا للآخر. سأشرح. ما يتعلق بالفن في موريتانيا، لماذا نحكم على المواهب التي لم تولد في وسط فني بالموت؟ لماذا لا نتقبلها؟ لماذا الفن في حد ذاته لا يكون أسمى من الأشخاص ولا يكون أكبر من الأشخاص؟ لأن الفن غاية سامية. هذا شيء مهم وأساسي، يجب علينا أن نستوعب على أن المواهب وعلى أن الإبداع شيء في الأساس هو فطري، ولكن يتم تنميته. من سينمي الإبداع؟ يتنمي الإبداع هي المجتمعات. وبالتالي علينا أن ننظر للأفراد على أنهم ذوات حرة مستقلة عنا نحن كأشخاص. أنا لا يمكنني أن أولد في بيئة معينة وتحكم علي وتملي علي ما يجب أن أفعل. أنا شخص لدي إرادة ولدي حرية. لذلك أنا أعتقد على أن نظرة المجتمع للأشخاص الذين يمارسون هواياتهم أو إبداعهم من خارج وسط معين نظرة غير جيدة، يجب أن تتغير لأنها صورة نمطية وصمية. وبالتالي أنا أعتقد على أني أحيي الشيخ حسين على أنه هو أخذ المشعل لكي يخرج يعبر قناعاته، لكي يبدع، لكي ينتج، لكي يعطي، لأن المجتمع بحاجة للإبداع وبحاجة للإنتاج. صحيح. زين صافية، يبدو أن عندنا فيديوهات نطلب المخرج. طلعنا نموذج للمشاهدين نعودون. صدق الله العظيم. لهنا ندخل شوي في موضوع، بما أنك انتظرك ليتشارك مسابقة كاتاريا للتجويد القرآن، بما أن هذا الفيديو اللي طلعناه اخترك تكلمنا عنه. هذا الفيديو عدلته داق تقريبا لعلاك بأسبوع لذلك في استوديوهم مع همزة وبراهيم والشباب. موجهين تحية، موجهين تحية بالبرنامج، موجه تحية صديقي الكبير اللي كان يحضر معنا لما قد يحضر. توف قال نحن سمعنا عنك جود كثير، نسمع تجويدك. توف عدلنا لك فيديو توف نشره، وسبحان الله انتشرت. بالنسبة لمسابقة كتارة، المسابقة قد تميت لينا علمني بها الجيش، قال لي عنهم ما يشترطوا حفظ القرآن، لأن أنا قد أحفظ عمري 12 سنة حفظ القرآن، خير ما تبي طيب علي حتى ذيك الدرجة اللي قد نشارك بها في المسابقات. دونك قال لي عنه اقترح لي نشارك، لأن دي المسابقة تشترط المقامات الموسيقية في القرآن، تشترط تجويد، حد يعملين بدا تجويد، وذا كان قاريها سنة 2004 تقريباً. توف ومشيت لهم، طلبوا مني ذيك الأشياء اللي ترتسلهم، مشيتها لهم، مشيت لهم دو فيديو، قالوا عن تم قبول المشاركة، شاركت 1700 وعن لي تصفى الهمية ومزدت أحد السعمات ومعت راس مني.
شاء الله راسلك ان شاء الله وتمثلنا احسن تمثيل. لهنا نرجع شوي للفيديو لين نشرته على فيسبوك قاموا فهم تعاليق من هون لين دخلنا مال السؤال في المجتمع لين نشرته على فيسبوك كيف انا يعني مثلا قلت لك عنه هو اقرب للحن والله الغناء من التجويد. لك شي الناس ما هو فاهم عن اصلا ما يتحدث لي بعد قاع ما هو في مقام موسيقي. خالد الشيخ قط مرة قال لي تتعدى قال لي الموسيقى قلت له أنا تحدثت وتقرأ لي ما هو الموسيقى قلت له قرأ لي مثلا من سورة الملك مثلا قرأ لي سورة الملك قلت له قرأ لي في ذلك قالوا مقام السيكا فهمتني هو أقرأ ما يعرف مقام السيكا يقرأ بيه وتوفي سامع عنده سوزيس يضرب يقرأ بيه قلت له هذا مقام قالوا مقام السيكا هي الموسيقى في كامل هي الموسيقى لا كيف البحور الشعرية فهم شو الناس يقد عود يوزن لا يعرف يوزن في بحر نفس الشيء شو الناس يغني ولا يعرف يغني في مقام شو الناس طبعا يغني راه حتى القرآن أنا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن شو الناس تخيل عن كلمة الغناء عن الناس تطلق على ذلك كامل الغناء هو تحسين الصوت بأي شيء وبالتالي هذا 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 ينطبق على ذلك كامل مهم بالنسبة للمقامات المقامات داخلة في هذا والمقامات ما عندها حدود. حد جايك الساعة في زمن أم كلثوم اسمع عبد الباسط تخيل عن عبد الباسط كان يغني بالقرآن ذيك الساعة. صحيح عبد الباسط. كنت الحال ذاك في الزمن نحن ذاك شفنا عبد الباسط اللي عدل له هو التجويد. أنا ذاك تيجي عبد الحال قد عود الناس في الزمن شاك عنه غناء القرآن غير بعدين اللي يحسوا عنه رواية عادية لأنه لا أحد من المقامات توجدت على التجويد ما كان يجول بهم. زين نظلم المخرج يطلع لي الفيديو الموالي. ست الحبايب يا حبيبة تيرارارا يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة حبايب ما شاء الله تبارك الله هذا سال ست الحبايب أغنية أكثر من رائعة ما شاء الله تبارك الله. قلت الوالد بمناسبة عيد الأم. عيد الأم. الله يمشيت على الواتساب. ليه ما يبيت معه؟ خليها لك إن شاء الله. زين ضيفي الكريم الحسين لين رجع شوي الموضوع شن هي نظرة المجتمع تقبلك أنت بما أنك ما شاء الله عندك هذه الموهبة وتطلعها في وسائل التواصل الاجتماعي عندك على الواتساب وعلى تعدل في فيسبوك ديركت. أنا شاك عن الشباب اللي عنده المواهب اللي يشوف ذا بحول الله دار يتقدم جاي كامل. ده هو المهم بالنسبة لي أنا. أما المجتمع اللي مازال متحفظ على موقفه وأنا ما غادي لي شيء. هو في النهاية دار لا يتقبل هذا في النهاية. إنه لا يعرف عن إحنا من عادي رواية خاسرة. إحنا الحمد لله إذا عاد القراية قرينا. إذا عاد معناها هذه موهبة وتوب لابد أن تستغل ما يتحدي خليها ماشي. شفت هما اللي دائما يقولوا للناس المعلومه ما الله عاد يقني والناس المعلومه ما يلا قطع درها هون الضيف عندنا مولي زادو هانوه بقول للناس المعلومه قالوا للناس المعلومه مال ما يقني ولا يعيش حياه قال لي انا معلم من آل الماجشون هذا تاريخيا كانوا محدثين هذا كانوا يقروا الحديث ومدة قرا الحديث لابد من تعود ذيقات وعدول وكذا وكذا في ناس المواصفات اللي ما يقعد الناس اللي في زمنها آل الماجشون هذا كانوا يتخذوا الموسيقى يقروها نفس الوقت اللي هو يحدد قرا الحديث عندهم عليات يغنوا لا في الزر اللي لا يعزفوا المعزف مع المعزف الشيال معروف معناها الرؤية عادية ما هي أكثر من كذا صحيح صحيح زين ضيفي الكريم جاتك رسالة عن طريق صفحة التواتر شكر خاص لصفحة التواتر لهذا النقل المباشر لهذه الحلقة قالت لك واحدة هون أنك تعلل هذه الأغنية ست الحبايب حالا لايف ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي
ست الحبايب يا حبيبة. أكثر من رائع. ما معقول بتوارك. الله يسلمك إن شاء الله ويحفظنا ويحفظك رب الجاهرة. نختار المخرج يجهز المكالمات رضا ما نرجع من عند عبد الله. عبد الله اللي قلت لي في مداخلتك الأولى عن المجتمع مركب، كيف التركيبة اللي في المجتمع؟ مركب من قداش؟ مركب من قد لانه من قد التقسيمات الاجتماعيه، مركب من قد التمثلات المجتمعيه، ومركب من قد سيروره الانساق الثقافي التي تحكم الافراد داخل هذا المجتمع. التركيبه الطبقيه ان صح التعبير، او التركيبه التي يعتمد المجتمع الموريتاني، هي تركيبه كانتونيه ربطت الأشخاص بوظائف معينة، حددتها وفق أنساب معينة، وبالتالي أصبح الدور راجع إلى وظيفة معينة. هذا الدور أصبح مع الأجيال يعني ثابت، غير قابل لأن يتحول، غير قابل لأن يتفكك، وهو ما أدى بنا إلى تمثلاتكم جميعا لمفهوم الخيمة الكبيرة والخيمة الصغيرة، مفهوم للناس معلوم، مفهوم للناس ما هي معلومة. ألوك ليس هنالك إنسان غير معلوم، لأن الإنسان كرمه الله، وبالتالي تكريم الإنسان يجب أن يكون مسلما لدينا جميعا. هنالك بعض التمثلات كانت في زمن معين توازنات تجاوزها الزمن، نحن الآن في الربع الأول من القرن 21، لا يجب أن ننظر إلى الفرد أنه امتداد لشيء معين، كل فرد يجب أن يكون حر ومسؤول ويعطي من منطلقاته كفرد. لماذا نحمل مثلا الأفراد أخطاء الأفراد مسؤوليات الآخرين؟ لماذا نحكم على يولد الفرد لدينا وهو لديه مكانة اجتماعية قبلية؟ هذا يعتبر في نوع من الوصم الاجتماعي والتقييد الفرداني للفرد لكي لا يبدع، لكي لا يتموقع. وبالتالي أنا أعتقد على أننا يجب، لأنه حان الوقت لكي ننظر إلى ذواتنا بعيدا عن إكراهات النمط، بعيدا عن السلوكات التي نشترها عبر الزمن، وبعيدا عن حكم القيمة برجيجي. نحن كأفراد يجب أن ننطلق من منطلقات إيجابية، منطلقات أخلاقية، ومنطلقات إنسانية. هذا الشاب يحق له أن يبدع ويتحمل مسؤولية إبداعه. إذا أخطأ يتحمل مسؤولية إبداعه، وإذا نجح يتحمل مسؤولية نجاحه. لا يجب أن نحمل مثلا أسرة هذا الشاب الجميل قراراته على مستوى الشخص، هو يتحمل مسؤوليته كاملة. لذلك علينا أن نكون قادرين أن نعطي للأفراد حريته، لأن الحرية عموما تنتزع ولا تعطى. لذلك أنا أقولها دائما لكل مبدع في هذا المجتمع، إذا كان هو يقتنع بمسار معين عليه أن يمشي في عمله وأن لا يلتفت إلى الوراء، لأن المجتمعات التي لا تبدع دائما تقتل الإبداع، دائما لا تعطي للفرد قدرة على أن يبدع. لذلك هذه التركيبة هي التي ولدت لنا هذه التمثلات. فيما يتعلق بالأنساق الثقافية لتعاطي الأفراد مع بعضهم البعض داخل هذا المجتمع، هو تعاطي عاطفي جدا وتعاطي اشتراري جدا، ينطلق من منطلقات غير حقيقية في القالب، غير حقيقية للأسف الشديد. لماذا نحكم على فرد أنه ولد في مجتمع معين بأنه يجب أن يتبع لأباه أو جده أو جده السابع؟ لا يمكن، تلك أمة خلت، يجب أن نعيش واقعنا، نحن أبناء زماننا. كيف سنكون أبناء زماننا إذا نحن حملنا المشعل وأحدثنا القطيعة مع كل الأنساق السلوكية؟ من هذا المنبر أنا أحيي سي حسين، لأنه استطاع أن يقف وأن يدافع عن قناعاته الشخصية، لأن الإنسان الذي لا يدافع عن قناعاته الشخصية مصيره أن يطمر وأن تموت موهبته. الموهبة شيء مقدس، شيء جميل، هذا الشخص لديه موهبة، هذا الشاب جميل لديه موهبة، يجب أن يبدع، يجب أن يعطي، يجب أن نساعده جميعا. لماذا ننظر للفرد على أساس أن الامتداد لشيء معين؟ أنا قد لا يمثلني ما ولدت فيه، لماذا أبقى فيه رهينه مدى الحياة؟ هذه اختيارات سبقتني. صحيح. أنا لست مسؤولة عن توازناتكم التي طرحتها في فترة معينة من الزمن. صحيح. أنا الآن أعيش زماني، كما قال صديقي حسين، هو ما يقوم به الجميع، هنالك فنانون. لماذا نحن ننظر إلى هذا الشاب على أساس أنه لا يستطيع أن يبدع أو يخرج موهبته لأنه لا ينتمي لوسط فني؟ وعلى أيضا الأشخاص الذين ولدوا في وسط فني ولا يروقهم الفن أيضا أن يبدعوا في مجالات أخرى؟ صحيح. لماذا نحكم عليهم أنهم يجب أن يكونوا فنانين؟ الفن رسالة سامية
كبيرة صح. جدا وجميلة جدا، لا يجب صح. أن تتحدد بكانتون أو بعرق أو بهوية ضيقة أو بطبقة، يجب أن تكون محددات إبداعية وإبداعية فقط. زين زين ضيفي الكريم الحسين، جاتك رسالة طبعا على عن طريق صفحتي أنا شخصيا. شاوك شاوك بعد ذات هون. زين زين ضيفي الكريم، جاتك رسالة سولي لي الضيف كانوا يتخمم يشارك مسابقات دولية مثل عرب تالنت. هذا سؤال. عرب تالنت لا. ليش؟ لأنه قاعد موال لغنى. زين مواهب كاملة. والله ذا فويس والله. حتى اللي يشاركش يشاركش ما هو عربي. جميل. لأنه جمهوره عود أكثر وفايته أكثر. شي مثلا إسباني ذا فويس إسبان. الله ذا فويس أمريكي. تقدر تغني باللغة الإسبانيولية. تقدر تغني بالإنجليزية غير ما أغني بالإسبانيولية. إسبانيولية ما أغني بها. يعني ديسباسيتو. لا لا ديسباسيتو. زين زين لاين معنا مكالمة. ها سميرة قبل المكالمة. نعطيهم فرصة. ألو السلام عليكم. كان إن شاء الله يسمعون الشباب المواهب اللي كلها متقوقعة بالمجتمع. ألو السلام عليكم. راعيني أنا. صافي قبل المكالمة. مرحبا بك تفضل. شحال مرحبا وسهلا الوالد مرحبا وسهلا تفضل. شو ما شاء الله فتبارك الله شحالك تاكل بس ياك الخير ما شاء الله الحمد لله مرحبا وسهلا تفضل الوالد ما شاء الله عليك المهيبة مواهبته زينة عندي حد دوره عندي ست الحبايب بكل سرور ان شاء الله يا ربي دار الله يعلها لك يا حبايب ومشيري رقم واتساب راني بكل سرور لانه حاضر نمشيه لك عليه هذا متابع دائم لبرنامج صباح الوطنيه وعاد اخ اقرب من مستمع صحيح مشاهد والله يشرفنا نحن متابعته البرنامج نقوم معنا مكالمه ثانيه الو السلام عليكم الو السلام عليكم ما شاء الله فتبارك الله تفضلوا يعني نحيي الشباب شكرا يعني نحيي الشباب على المهيبة زينة شكرا لاسم الكريم منين متصل متصل من قاطع دقل متصل من منين قاطع دقل مرحبا بكم مرحبا اهل القرو تفضل الله يا الله يا شباب ان شاء الله اللي ابدا واحسن الو للاسف فقدنا هذه المكالمه صحيح. من مقاطعه قيرو نقوم على مكالمه ثانيه الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله فتبارك الله هذه المواد ما هي معقولة إن شاء الله مرحبا بك تفضلي الاسم الكريم منين متصلة؟ معاك مريم بوكي من معايا؟ مريم بوكي مرحبا بك مريم تفضلي أي زين إن شاء الله في الصوت الدائم ما هو عادي والله تبارك يقول لنا رقم جهرة والله دار يقولها لكم إذا عنك التية من المجتمع اللي منفتح الحمد لله وتشجع المواهب صحيح أنا جايكم يطلع الناس يجبرون إيه وراك جبرتي نظر الحمد لله دار عاد شاقة ومشاهد شاقة والله اللي يزيدنا ذاك يا مرحبا وسهلا وشبيبي معاها قصة قاعدة يا طمنة شكرا شكرا جزيلا لك حبيبي شكرا جزيلا نواصف نوقف على المكالمات نستراحوا شوي عقب هذه المكالمه يا خويا زين نواصف السؤال طبعا هو لك السلام عليكم ورحمه الله راني محييه ومشجعه من الامارات محمد يعقوب ويا ريت يتواصل قولي له عني مستعد نستقبله في الامارات لعاجب بشير وعليكم السلام ورحمه الله عفوا سميره
تفضلي. الو السلام عليكم. يا مرحبت بكم السهلة، تحية لأختين الرائعتين المتميزتين. الله يحييك. أولا راني حي ذاك الضيف المتميز، الموهبة اللامعة الجديدة، الموريتان تحتاج هذا النوع من المواهب. نقول له علينا نشجعه حتى علمت. لا يهمه كلام الناس، لا يهمه كلام والخيمة كبيرة والخيمة صغيرة، هذا المعدل ما هو خاسر، بالعكس انت رافع بلدك وعندك موهبة تنميها. ونحن ما نضيعنا ما هو الخيمة كبيرة، ما يعلق هون أولاد خيام الكبار يعدلوا الخاسر، المخدرات يعدلوا الفساد ما يعلقوا عليه. لماذا بالضبط يقعد واحد موهوب يقدم شيء مميز يظهر به ينقدوا يقولوا العلم إذا المعدل خاسر كان ما يلا يفهمين ما يلا هذا 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 ما يلا يصنتله يلا يواصل ضر يتميز. نقول له لا خليه متماسك وصامت، لا عسى يظهر النصف يقول أنا اعتزل. نحن لا تم واحد يتميز يظهر ويقب يعتزل. وراني شاكره، وأنا بعد راني أقدم له خدماتي. معكم عزمان علي طبعا أخواتي عرفوني. خيرت خيرت خيرت، مرحبا وسهلا. وإن شاء الله راني نختار نجابر معه عن قرب، وقلت الله إن شاء الله يعود عندنا شيء مشترك. ونقول له علينا لا يواصل ولا يهمه كلام الناس. صحيح. والسؤال هو نختار وجهه على انه لماذا لا يشارك في البرامج الفنيه كي عرب ايدول عرب جوت تالنت، لانه ما قد راينا موريتاني قاعد يشارك فيهم. وهذه فرصه ان هذا الموريتاني صوته، انا متاكد 100% على انه الشباب من الاصوات اللي قصفينها في العالم العربي قاعد والعالم الاوروبي قد يتميز قد ينجح. صحيح. خليه طموح دور يوصل ولا يهمه كلام الناس. تمام، انت معك شيء خاص، تتمثل بلدك في شيء مميز. الفن هي وسيله تواصل بين المجتمعات. صحيح. وقد يعد هو السفير للفن في العالم. نحن خاصين مواهب، خاصين اشخاص يتقدموا يتميزوا ونعتوا العالم. من موريتان مولا الشعر مولا السياسه، موريتان هون مواهب خلاص مدفونه. صحيح. قال لي اساسا مسافر الى القبليه والهويه والعادات اللي اكد عليها الظهر والشرب. ونتمنى على انه يواصل وانا نشجعه، انا من اكثر الاشخاص يشجعوا. وتحياتي لكم عثمان علي. مرحبا بك الزميل والصديق عثمان علي، مرحبا بك وسهلا. هذا اللي قال لك بعد بصفته لك حتى نحن كيف هم اللي نختارك انت لا مواصل ان شاء الله وتمثلنا احسن تمثيل. قال لك عنك السؤال فنطرحه قاع سابق، قال لك عنك لماذا ما شارك في هذه المسابقات الدوليه؟ انا قاعد لماذا ما شارك هذا في الماضي؟ يعني أكت واحد القراية كملت هذا العام اللي أجمع فيه حالت مني أني صبت الفن هذا توف إن شاء الله ولين تتاح الفرصة إن شاء الله إن شاء الله يا رب دور اللي أشاركوا دور اللي أشاركوا. ضيفي الكريم، الناس هون عجالة أنهم يدوروا يسمعوا شيء من عندك. جاتك رسالة قالت لك أنك تعرف أغنية دارة يا دار الوديع الصافي. وديع الصافي لا ليك ما نحفظها ولا عاد عندك شي الوجع الصافي تحفظ. على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله. على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله. من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله. من بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله. ما لي احباب غير الله. واهو معقول فتبارك الله. تبارك الله. عندك هون سؤال متكرر مرات طالبته لك متابعة للبرنامج على موقع تواتر. صافية سوري هلية كان يغني غني البيضان. انها ما قد سمعتك تغني. نو ما غني. ما عندك في شوي من ابدا. انا اخترت علمه غير عربهم ما هي كيف العرب الاغنى العربي. يعني اللي يقولوا هم البرم. وغني البيضان بالمناسبة راه أغنية روحاني زين رائع من أروع الأغنية داخل الموسيقى كاملة، موسيقى الكونتري ميوزك اللي في أمريكا داخل فيها داخل الموسيقى كاملة. أغنية أكثر من رائع. غير أنا ما تعلمت توف وصعيب صعيب. أنا قاعد ما هو جهتي أنا أكثر شيء يصلح لي حتى أن الطربي قاعد ما يصلح لي حتى أكثر شيء يصلح لي الجبلي لي للشام. زين ولكن زين ضيفي الكريم نظر المخرج أنا أطلع الفيديو الموالي نقعد إن شاء الله نتابعه.
طلعي الفيديو. عرفتك صغيرة وقلبك كبير، أوه في بلاد للناس وياسر من الإحساس، تكمي مرة مرة حاسة بذنب كبير، أوه فيك وسواس من كلام الناس. زينة علاش كبرتي هاي زينة، لهم سلمتي زينة، لك حال بستي أوه زينة زينة، قلبك حجرتي ايه زينة زينة، توحشناك أوه زينة زينة، حق الله رجعي. دكتور رجع ناي معقولة طيب الكريم. أنا شاتك رسالة طبعا من مدينة نواليبو، مدينة نواليبو روما من سيد أحمد، السلام عليكم ورحمة الله، راني مرحبا بالضيف الكريم وراني مشجعته حتى وطالبة منه لعاد عرف هذه الأغنية لشيرين عبد الوهاب كده يا قلبي يغني هذه. أولا مرحب بها وشاكرها، صحيح هذه الأغنية من أحفظها للأسف، هذه للأسف من أحفظها ما تحفظ، ندور إن شاء الله ونحضره لهم نحن اليوم، لأنك إحنا جايين ندور نناقشوا الموضوع صحيح، وإن شاء الله هو في المستقبل إن شاء الله، المستقبل إن شاء الله ندور نحضر لكم إياك كامل في المستقبل إن شاء الله، يغفر إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. نرجع لك شوي عبد الله، عبد الله لين نتكلموا عن ما هو السر وراء قوة المجتمع فؤاد هذا النوع من المواهب. جميل سؤال جيد، السر بسيط جدا، وأنا من كل فرد يريد ان يتميز والله زاد تقزيم الامور لما مهم ولا كاع لما مهم كاع احنا عايشين فيه صحيح افترى كاع جات على نظره ما مهم صحيح لما مهم نوع من النزوه لتتفهم الامور وهذا دأب عليه الانسان على هذه الارض نظرا لانه لا يهتم بالجديد وتمثلاته كلها مرتبطه بالانساق الماضويه اللي تحكمه هو على مستواه الشخصي وبالتالي انا اعتقد على ان فهم سبب اخر مهم جدا هو على ان 90% من المواهب الابداعيه لا تستطيع على ان تشكل لراسها ليدر مجال تعود هي تشترك فيه قيمها هي الجديده التي تستطيع على ان تثبت وبالتالي يعودهم فرادى ويعود وأدهم بسيط جدا لانهم ما عندهم من القوه ولا عندهم من التجانس اللي قد يخولهم على انهم يبدعوا عدوا اشخاص حقيقيين داخل المجتمع وانا اعتقد على ان هذه بدايات مهمه جدا وارهاصات التحول اللي نقول انا على انها لا تعود اذا استمرت وفق النمط المدروس والمعقله والمؤسس على مفاهيم حقيقيه وابداعيه دور توصل لان هؤلاء الشباب يستحقوا فعلا على انهم يتخلصوا من نظره المجتمع لهم وعلى اساس هذا التخلص وعلى اساس هذا التحرك له ادوات جيده وقادر على انها تبدع بعيدا عن هذه النظره التفيهيه للامور للاسف تجاوزها الزمن. لماذا المجتمع الموريتاني كيف ما قال المتدخل ما ينظر للفرد على اساس على انه مستقل وعلى انه فرد قادر ان يبدع وان يعطي وان ينتج؟ لماذا نحن في موريتانيا لا نستطيع ان نكون مجتمعا متحضرا؟ السبب هو على ان محكومين بضمير جمعي تقليداني يحكم على الفرد بمنزلة اجتماعية عليه أن يقبل به وعليه أن لا يتحدث وأن لا يخرج من نسقها الضيق وبالتالي أنا أعتقد لأن حان الوقت لأن يتم تفكيك البنى التقليدية لهذا المجتمع لأنها عائق في سبيل إحداث تنمية رأس مال لا مادي أقول تنمية رأس مال لا مادي وليس تنمية رأس مال مادي لأن الإنسان هو الذي يخلق التنمية المجالية وإذا لم يتم تنمية فكر الإنسان وتحرير من ربقة الكثير من الأساق السلوكية التي تجاوزها الزمن لا يمكننا أبداً أن نصل. الخيمة الكبيرة، الخيمة الصغيرة، هذه تمثلات وضعها أشخاص في حقبة زمنية ما نحن لسنا ملزمين بها. على هؤلاء الشباب يستوعبوا أن هذا الزمان زمانه وأن الحرية حتمية وأنها ضرورة والحرية هون أقول الحرية المسؤولة. أنا أقول لأي شخص ذهب في مجال ما أن يبدع فيه وأن يعطي فيه وأن يؤمن به لأن الإيمان بالذات هو سر النجاح. الإيمان بالذات هو الذي سيعطي للفرد المناعة ضد كل مضبط ضد المجتمع الذي يقف في وجهه والمجتمع في البداية في النهاية هو عبارة عن مجموعة
من الأشخاص الذين دأبوا على مجموعة من الأنساب والرموز. تفكيك بسيط جدا، إذا آمن الفرع بنفسه واستطاع أن يخلق لنفسه نسقا جيدا. زين دكتورة عبد الله، أنت من اليوم تقول عن ما شاتك رسالة، الله شاتك رسالة. شاتك رسالة من تابع صفحة محمد يقوم من الإمارات، سلمي لي على الدكتور الزين وقولوا لي زميل محمد يقوم من الإمارات وراني محية حتى من بركو. مش لك تحية. زين صافية عندنا فيديو. عندنا فيديو عندهم إن شاء الله ياسر من الرسائل. مخرج عن طلع الكبار على الصفحة. لا تفاجئونا بالفيديو، أنا هكذا أعلم بك. أنا لا جئتوني فيديو. فيديو زين. الله الا ابداع تبارك الله، جميل تبارك جميل اكثر بالرائع تبارك الله. ومعاكم شباب بانوا اجنبيين. هذا مره هذا مره في مقر في مطار تونس قرطاج، ننتظر فم حد جاي، ذاك الطفل اللي صورني صديقي تونسي سويت ميتين قال لي سمعنا شويه خارج الطفل اللي يجي تقول لا عدنا شويه دندينا قاعد تحت ماهوش قبال وضر الناس اللي فزرنا كانوا يستنطوني ما انا فاطنين لهم لا عشان الحال عادة دام ركزين معنا يوفين يا بالي موي بارك الله أكثر من رائعة الله هو فخر موريتاني صبا طبعا عندك هون لنرجع صفحتنا الشخصية والرسائل اللي عليها عندك الفنانة الكبيرة لو بابا متلمي الداح قالت هذا رائع ويستحق التشجيع صوت شامي وحضور جميل وفقه الله تحية لها شكرا جزيلا لو بابا عندك هون شيخنا عمر تحياتي لكم الثنائي المبدع صافية وسميرة سماني نتمنى لكم مزيد من التألق والنجاح ومحيي الضيف الموهوب صاحب الحنجرة الذهبية زميلي الحسين محمد وكنت نبقي نعود حاضر الحلقة ولكن ظروف منعتني ونختار الحسين إلى عادي قد سمعنا بصوته الشجي تقليد أحد من الفنانين الموريتانيين اللي يواسيها ورانا فترت بي الاتصال عليكم مغلب ونجباركم. شكرا جزيلا. ما تقني القناة الموريتاني نعم قد غني يعني ما قد تحاول تشوف ذاك هو الخايف منه لقيت وانا كنت فقدت شنو قنا علينا قناه نحن الموريتاني تتقني ها اغاني قديمه قصدك والله ما يستحضر شي حال والله ما يستحضر شي سوش انا قاعد الفنانين اصدقائي من الفنانين الموريتانيين قالوا لي نص فوق لا تغني قاعد اغني موريتاني قالوا لي لا تغني انا عندي اصدقاء قالوا لي شبالك تم غني لهذا اللون عندك هون قال لك سلام قولي لو كانوا غني أغنية من أغاني الفنان التونسي بالتي لعاد جواب نعم يغنيها واحدة منهم يقول لي عن ذا اللي يرفع عنه رافع روسنا مهندسينا نحن وشكرا جزيلا قال لك أنا كل أعترف ذي المغني أنا ما قد سمعت بالتي معروف بالتي مغني معروف مغني شي تقريبا قالوا راب ميلودي ولا شيء كنفسه المهم هو طريقة غناه بعد أنا ما نحفظ له قاعة أغنية طريقة غناه الراب تقريبا على جيت راب يا ليلي ويا ليلى دارت ولي قد سمعت اللي هو ذاك الطفيل ذاك الطفيل ذاك الطفيل قال له حمادة معاه هو ولكن ذاك الكبير وما أنك مستحضر له ذاك الشيء ما مستحضر له شيء زين يا وليد سمع المشاهدين شي ل عبد الحليم مطلوب لك هون امال لانك تغني بالانجليزيه اللي عت اللي مستحضر شي منها ندور حاول عبد الحليم اول مره تحب يا قلبي واول يوم اتهنى يا معلى نار الحب يا لولي ولقيت همني الجنه
أول مرة أول مرة ليه بيقولوا حب يا سيا ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرحوا واملا الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشى تاني أول مرة أول مرة تبارك الله تبارك الله أكثر من تبارك الله جاتك هون رسالة جاتك هون رسالة قال لك قولي له عن التجويد عنده أحكام ما هو لا لعاد حد صوته زين ويعرف الموسيقى يقوم يجود وأولا يدرس لأحكام التجويد مثلا ما درس عن موسيقى وحتى إن كان التجويد نوع من الغناء مع التحفظ على الوصف ولكن له أسلوب وأحكام خاص موجود بالحديث صحيح موجود. شنو ردك عليه؟ رد عليه عني أنا قريت التجويد يقدر عند الفيديو التالي ما هو ضم شي من القواعد ما هي مضبوطة بسبب عني أنا ذاك الوقت ماني مركز في الأداء أساسا وياك كنت قاعد ندور وينتشر ذاك الفيديو لأنه فيه أخطاء صحيح ذاك فيه أخطاء في التجويد بالقواعد وأنا حاس بهم غير أنا هم إن شاء الله أشارك في المسابقة ولأني أتقدم ليكون يعني نعرف عني الحمد لله نعرف إن شاء الله نعرف أحكام الأحكام كامل الحمد لله إن شاء الله عندك هون السلام عليكم صباح الخير تحية صباحية لكم ولضيوفكم الكريمين صديقي الدكتور عبد الله الزين والمبدع الحسين محمد مواهب شابة يجب المحافظة عليها وتنميتها الدكتور محمد خليفة شكرا جزيلا هذا متابع البرنامج الدكتور محمد خليفة قال لك العربي هذا أكاي قولوا عن التجويد عنده أحكام ما هو للعاد هذا فتنا قلناه قالوا راهم سلم عليك حتى عبد الرحمن كاي شكرا جزيلا سميرة لي ترجعي للصفحة صحيح عندي صفحة تواتر جاوك عليها أسئلة من الزميل والصديق الده يقوم مجرد تحية خاصة من المنبر ومشاركم تحية لهذا الفنان الشاب الآن يقول الدكتور رايع عبد الله سؤالي هل سيذهب للمسابقات الغناء العربي وخصوصا التي يوجد فيها القيصر كاوم الساهر وأتمنى أن أستمر من هو يفضل شاكر أو سلطان جورج وسوف تحية لكم المتميزتين صفية وسميرة شكرا جزيلا شنو هوش نفضل؟ جورج وسوف كان يفضل أيهم؟ أيهم نفضل أنا؟ لا كانك تقد تقلد واحد منهم سمعوا شي من دعني أدعي عقوبة فضل شاكر كاوم الساهر جورج وسوف كاوم الساهر ده هي عقوبة هذا كاوم الساهر شابين عشان العمالة واحد من الموسيقى أولاً هي أوكي كمل أزيد كمل أزيد كمل 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 أزيد تحية لي دا يعقوب هو سوى أني كان يشارك في السؤال الله اللي عنه متكرر وجوابه نجاوبنا عليه ندور إن شاء الله والآن نشاركوه ينتتحنا إن شاء الله الفرصة إن شاء الله كاظم الساهر هل عندك شك هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي هل عندك شك زين حتى نواصل بالأسئلة صافية شوية سميرة عندي صفحة مليانة 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 وهم يشوفوا عليها تواتر لازم نوخض عليهم زدانهم واللي شوي عندك مغيري النونوبو يا والله اللسكي شكرا جزيلا لك حبيبتي عندك هون سوي للضيف كانوا قد يغني أغنية سعد المجرد أنت معلم سعد المجرد ما غني اللي أغنية سريعة سريع سريع ذاك الستيل مات اعتقد ان
زين صفيات فضلي رجعنا عندك هون الزعيم همد فال يا اخوتي هذا شنو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اصدق ان هذا الشاب من بلدي موريتانيا واذا لم يكن فيديو فبرك او نوع من بلاي باك لفنان اخر فان هذا الشاب سيحدث ثوره ليس على مستوى الوطن بل على المستوى العالمي خاصه العالم العربي. شكرا جزيلا. شكرا. قال عنه هذا كنت انا البارح في اثناء الحلقه فتح ديال الحلقه ندردش معاه تقنيا عنه ماهي بلاي باك قمت ومشيت له مقطع الاخر اللي طبيعي العادي يبغي نجابر انا هو ملي من قريب صح. قال لي عنه موجه لك تحيه كبيره تحيلي. كبيره تحيلي. كبيره كبيره ومتمني لك انك هذه الموهبه لا تتوقف انك تواصل انك تفخر الشباب الموريتاني. عندك الدكتور محمد المصطفى والبشير ستكون حلقه ماتعه بحضور زميلي الدكتور عبد الله زين تحياتي لك شكرا جزيلا. لبابا متمدح الله الله صوت رائع يستحق التشجيع والتقدير والاحترام كل التوفيق له. عندك هون محمد يعقوب حلقه جيده ومهمه بحضور صديقي عبد الله الزين من تخالي انا راني للكوكتيل من مواهب يعطيك تستضيفين ان شاء الله. تحيه لك محمد. رقية محمد فار تحياتي لكم وراني مسلمة على الضيوف وقال الحسين عن موهوب وراني معجبة بصوته وندور يقول لي ست الحبايب وراني نصحته عن يواصل المشوار الفني فهو قادر على ذلك. شكرا جزيلا حبيبتي. شيخنا عمر تحياتي لكم الثنائي المتميز المبدع سميرة سماني واتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح. محيي الضيف الموهوب صاحب الحنجرة الذهبية زميلي محمد وكنت نبقي عود حاضر معاك في الحلقة لكن ظروف منعتني. شكرا جزيلا. سلمى عمر الشنقيطية تحياتي لكم جميعا. نختار نسوى الحسين كان وذي اللي كان يقرأ في تونس عنده علاقة بالفن ورانا معاه ما شاء الله صوت أكثر من رائع ويلا يواصل موهبته. ما عنده علاقة بالفن جني ميكانيك ما عنده علاقة بالفن سبحان الله. محمد للراجل ندور تعود ندوره أكثر وقت برنامج اليوم اللام مع صديقنا صاحب الحنجرة الذهبية فليسمعنا صوته العذب إن شاء الله يا ربي. سكتوا قالت لك وخيرت بكم وبعبد الله الزين ذاك سلمي لي عليه والضيف الأخر عليكم وانتماتي الأخرات واني بكم. محمد المرابط وخيرت بك وضيفك الموهوب الحسين والدكتور عبد الله سلمي لي عليهم وقولي لهم عنه يتكلموا بالحسانية وخلوا عن العربية الوثاقة وخيرت وخيرت بهم شكرا جزيلا. العربيه اللمتونيه وخيرت صافيه وسميره وبالضيوف مرحبا بك وسهلا ما شاء الله صوت جميل. مصطفى وللناجي السلام عليكم تحياتي للجميع وخصوصا المهندس الحسين سولي لي عن قصه البخاخ ذيك من ابداع الحسين. لا 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 عمي عمي فرق جماعه هذا زاد شي فرق جماعه ما ندوروا. لمين صلاح الدين السلام عليكم تحيه لكم ولضيفكم الكريم قولي له يغني لنا ريشة الفن فن تعرف والله ما تعرف كلمات ريشة الفن فن راعي السمير هي في مقام ديجا موجود معنا مقام الرسم اللي هو تقريبا لك حال والله يعني مقام موجود في المقامات يعني نقدر نغنيها غير كلمات ما نحفظهم زين. عندك هون محفوظ قال محفوظه قالت لك اختي رجاء طلبيه غني لي قارئه الفنجان لعبد الحليم حافظ. جلست كيف لا الكلمات اللي بيغنيها نحن حافظ احنا كم تامل فنجاني فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي برافو عليك. عندك هون الإمام صلاح الدين حياكم الله وضيوفكم وشكرا لكم على هذا البرنامج الرائع استضافة هذا الفنان صاحب الصوت الذهبي يستحق كل التشجيع وأتمنى أن أراه في المحافل العربية قريبا قولوا غني لنا أغنية ريشة الفن هي اللي جاي نلقى من عندها قالوا ومتذكرها هون اسم مستعار شوي ما قدرت نقراه نختاره يكثر لنا من أغاني به اللي صوته ما شاء الله أكثر من رائع ويحفظوا رانا شاكرينكم أنتم على التقديم
قديم زين. شكرا جزيلا الزميل مليك بشير، تحية حلقة رائعة، تحياتي لكم حبيباتي وللضيوف وللضيف عبد الله وللفنان، كامل التوفيق ان شاء الله. ميمونة بوت السلام عليكم، قول حسين عني سلمت لي من خاله وقالت له عنها مشجعت وعاجبها غناه وعنه يواصل الامام ولاقدر وشفك للمجتمع عنه نجم صاعد موهبة رائعة ولا يفرط فيها. تحية احنا مولي ضامين صوتنا معنا. تحية لها من خالتي غالية الله يخليها. تحية لها ميمونة. زين عندك هنا حويد قال لك تحياتي لكم اخواتي بنات السباني وضيفكم عبد الله الزين والحسن. نعم نعم الشباب موجه لهم تحياتي، ارانكم ما خليتوا الدكتورنا يشارك. دكتورنا تبارك الله اعطيناه الوقت ومزنا نزيدوا تعطوا لنا مزنا نعطوا الوقت به اللي نعطوه ان شاء الله ربي الوقت. الكرام نسمحوني شوي جاتكم رساله جاتك للضيف من الزميله والاخت الطربي محمد فار، تحياتي لكم وللضيوف الكرام، نختار الضيف غني لموال لبناني ودي الحلقة روعة، حفظكم الله ورعاكم آمين يا رب. هو لبناني جدل يعود. يا ابني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيحميها، ما حميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك بيحميها. ولو عليها تقلت الحملات شعيني غدر اتطلعت فيها، صرخة بطل عالكون واعطيها. هذا تستحق تبارك الله، أكثر من رائع فتبارك الله. نتمنى إن شاء الله أن تعود طربي سمعت طلبها إن شاء الله طلبها. قال لك الشيخ هذه رسالة موجهة لعبد الله الزين وموجهة لك طبعا، تحياتي لك صافية، سلمي لصديقي عبد الله الزين، سوريه لي أنت وعد المغرب، وراني موجهة تحية للشاب المبدع، سوريه يا كانوا يقد يقند أن راشد الماجد. راشد الماجد ما نعرفه كاع. راشد الماجد عراقي فنان سعودي. فنان سعودي معروف. راشد الماجد عرفته فنان سعودي عرفته. ما نحفظ بشيء. الخليج ما نحفظهم شيء. زين عندك هون سيدي محمد خويسر هموم وجه لك تحيه ومتابع نظرك، السلام عليكم لضيفك، راني محييه وننصحه يشارك برامج العالميه ونوصيه انه يتماسك، وراني مشجعه حتى برافو حسو زين. خويسر هموم من الامارات حقيقه، هذا الطفل ظاهره وقولي عني انا متابعه من زمان. شكرا جزيلا خويسر هموم، ونحن بدورنا موجهين لك تحيه خاصه. عندك هون سيد احمد ماركو، سلمي لي على الدكتور وهذا الشاب وعليكم انتم الرائعات وخالق ياسر اخر ما لنا قايلين. شكرا جزيلا سيد احمد. عبد الله الزين الوقت ما تلمنه ياسر، لهن نوجه لك السؤال، من المسؤول عن 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 مشاكل هذا المجتمع وتعقدات المجتمع؟ ما ادري كان منا نحن والله من ايش؟ هي مسؤولية مشتركة. مسؤولية مشتركة بين الأفراد وبين المجتمع ككل. لأن المجتمع كما تعلمون هو مجتمع متشابك يتكون من أفراد ومجموعات. هذه المجموعات كما قلت لكم طرحت مجموعة من النظم والأنساق وتمت متمسكة بها إلى حد الساعة. مسؤولية مشتركة. لا يمكن أبدا أن يتم تفكيك النسق السائد إلا إذا كانت هنالك إرادة جادة وصادقة من الأفراد لكي يكونوا قادرين على إحداث قطيعة مع النسق. إحداث القطيعة مع النسق لا تعني الحرب ولا تعني المشاكل ولا تعني الضيقات، تعني شنو؟ تعني على أن يجب أن نحترم للأفراد ذواتهم وحرياتهم. وهذا هون اللي دخل نشر مسألة مهمة، نشر مسألة الحرية المسؤولة. نحن عندما نطالب بالحرية فإننا لا نطالب بالانسلاخ. في النهاية نحن سنبقى موريتانيين، ولكن موريتانيين لسنا استثناء. هذه الاستثنائية التي يريد الكثير من سدنة المجتمع التقليدي على أن نحافظ عليها يجب أن نتجاوزها. أنتم تدركون جيدا أنكم تستفيدون من ريع الحضارة، لكنكم لا تنتجون حضارة.
وهذا هو المشكل الأساسي الذي نعاني منه في موريتانيا. نستهلك الحضارة، نستهلك قشور الحضارة، لا ننتج حضارة. لماذا لا نكون فاعلين حضاريين؟ الإنسان الموريتاني لكي يكون فاعلا حضاريا يجب أن يتخلص من ترددات وإعادة تمثلات النمط السائد. النمط السائد شو؟ النمط السائد وي أنا مجموعة من النظم والتمثلات التي دأب عليها الإنسان على هذه الأرض عبر سيرورة زمنية معينة حتى أفرزت هذا المجتمع الذي عليه الآن. المجتمعات التي لا تتطور مصيرها إنها تم دائما جامدة ما تقدر ديفلوبي. مثال الشاب الحسين وأمثلة كثيرة جدا على نوع رصد التحولات المجتمعية التي يجب أن نراها بعين الاعتبار، يجب أن نستوعبها. مفهوم الحرية مفهوم جيد ومفهوم إيجابي يجب أن نتعاطى معه. لكي نفكك هذه النسقية يجب أن نكون فاعلين. وأنا هون موجه نداء للشباب الموريتاني كامل أنه يستوعب على أن الحرية على أنها مسؤولة. أنا ما هون لا أدعي لا ما ندعي للحرية التي يكون الفرد فيها غير قادر على أن يتحمل مسؤولياته. أنا عندما أذهب في مجال معين مثلاً السيح والسيد مثلاً أذهب في مجال الفن ويجب أن يبدع ويثبت أنه شخص مسؤول وحر وأن حريته رأس مال له هو على مستوى الشخصي هو الوحيد المخول على أنه يجريه. وفي النهاية عندما يفشل مثلاً لا قدر الله يتحمل مسؤوليته هو لأنها مسؤوليته هو. نحن علاش الأفراد اليوم في المجتمع الموريتاني اليوم ما عندهم الحرية؟ هذا داخل في الزواج داخل في الإنساق الخرابي لأن الفرد ليس لديه حرية وبالتالي نحن نوضع له نظم إنساق نحن من نطرحه هذا وبالتالي ما نخلوه يتحمل مسؤوليته. أنا أعتقد على أن حان الوقت لأن نتجاوز هذه التناقضات لأن التناقضات نمطت الإنسان على هذه الأرض شيئته وجعلته شيء يعني من أشياء هامشي غير مهم الإنسان هنا على هذه الأرض. بغض النظر أنا لا أتحدث عن العرق كمحدد أو ما أتحدث عن الهوية الضيقة كمحدد أنا أتحدث عن الأنسنة كمحدد وعن الإبداع كنسق وعن التحضر كنمط حياة. هذا يجب أن يكون وعلى الشباب على أنهم هم يفهموا على أنه يجب أن تكون لديهم حريته يجب أن يتجه لمن يتجه للمعرفة يجب أن يدخل مجاله لمن يتجه للفن يجب أن يدخل مجاله وأن لا يستصغروا أي شيء من أسس التحضر من أسس الواقعية. نحن نطالب بأن يكون هناك أن يكون مجتمع واقعي. علاش دعنا نحن ننظر للأفراد ونفاليريزونهم؟ من أنا لكي أقوم بتقييم شخص آخر؟ من أنا؟ أنا لست مخول أن أقيم أي شخص. أنا أقيم وفق منطقي أنا جاني رجال قال لي فلان شنو رأيك؟ نحن نقول رأيي بكل تجرب. قال ما عندي الحق نقعد وراء كلافي والله نقعد في دار ونقول فلان من قال يعدل. ما عندنا الحق. هذه سرعة الحكم على الأشخاص ووضعهم في دائرة الصح والغلط هذا هو ينقال حكم القيمة لأن المنطلقات التي ينطلق منها الفرد الموريتاني منطلقات في الغالب منطلقات تكاد تكون سطحية في تعاطيها مع الأشياء. من أنت لكي مثلا شاب مبدع أنهى تعليمه الأكاديمي ولكنه يحب الفن يريد أن يكون فنان من أنت لكي تقول له لا يجب أن تكون فنان لأنك تنتمي لأسرة معينة وأسرتنا لديها عاداتها وتقاليدها؟ يا أخي من أنت؟ هو إنسان حر يتحمل مسؤوليته ومخاطب قانونا ومخاطب إجراء ومخاطب حضاريا يجب أن يكون الشخص لديه حريته. كل شخص يجب أن يبدع في مجاله وأن يلتنا نتجاوز لمفهوم الترشح ترشى كمفهوم يا ترى نتجاوزه كل حد يحرر راسه في المجتمع ويبدع هو على مستوى الشخصي. علاقات الأفراد يعني يضبطها إن قالوا المعاملة بالمثل شو ما تختار حد عدل لا تعدل لا تقول شيء خاسر الناس لا تكري الناس لا تكريتيكيها على نظم وقت لأن ذل عندك أنت نسبي يجب أن ننطلق من منطلقات نسبية باش نقدر نفكوا ذا السيستم ونفكوا ذا النمط. وأنا بعد هذا نحيي راجل قبيل سميتي يعني ما نقترد فوت سميتي قبيل لبابة أنا لبابة بالنسبة لي ما كنت كان عرفها حتى وانا حضرت لها حضرت لهم سهرة فنية نقرطاها وعجبت جدا بنسقها الذي تعيش صحيح إنسان أسرة فنية ومحيي راقية زوجها عماد إنسان رائع جدا صحيح. أسرة فنية متكاملة. أنا هون نبقي الفن يعود صفة سامية ولا يعود محدد مبتذل. الفن قيمة سامية والفن ما هو إلا من أجل كسب مطامح مادية فقط. الفن هو غذاء الروح ويجب على أن الأفراد عندما يتمثلوه ما هو هذا الشاب أطربنا
ونين يمشي ويبدع وذا لا يعود نموذج فخر لا يعود فخر الموريتاني. يعرفوا من موريتاني يوفا من تفاليريزي هذا مسألة يعرفوا مستوعبها من آه كلها يوحل براسه ويخلي عن ولد دمية حق كلها يوحل براسه ويخلي عن ولد دمية باش بدون ديفلوب يلقي ولقى وفلان دخل وفلان قنا وفلان دا أبلس بالي هذا مسألة خطيرة جدا المجتمع الموريتاني تنقولها من هذا المنبر سرعة تشهير بالآخرين صحيح سرعة قذف الآخرين سرعة قولان الخاسر للآخرين هذا يشي بأن منسوب التحضر للأسف متدني جدا حد إنسان متحضر يحترم نفسه يجب أن يحترم الآخر خياره حتى وقعوا أخوك شقيقك صحيح أنت أخوك ما نسخة منك أنت ما كاتب لك الطبع لدول الناس خاسر صحيح. ولا قايل لك واحد أننا قد جيوا تقول ترصف على واحدين وتتكريتيكهم من هذا من برا نكتير نقول على أن مشكلتنا مشكلة سيكولوجي ومشكلة سوسيولوجي وهذا لا ينحل أني نحترم الناس وأني نقدروا لدمية وكلها نعطوه لأن طرسها العافية حسنا إنسان قاعد وقت يا مانك مبدع جاي لدمية تكريتيكه أنت واخر التلفزة والله أنت تقني والله أنت دير قفارة وانت دير يعني صحيح شيء مهم تقدر تستفاد المجتمع ممتاز زين جاتك رسالة الضيف من عند حمدي ميمين السلام عليكم ورحمة الله أختي القالية الإعلامية أهديك اسم التحايا ولصافية وللضيوف الكرام والأخ حسين الذي سبق لي وأن سمعت صوته وأطربني كثيرا قبل أن يغادر في منحته الدراسية لتونس فاجأني اليوم في هذه الحلقة التي أمتعنا فيها أتمنى له الكثير من التألق والازدهار إن شاء الله والنجاح سؤالي له متى اكتشف الموهبة وإيه؟ متى اكتشفت الموهبة؟ صحيح. يعني قد ما يعرف اكتشفها. لا تميتني هو يعني قني. طفل صغير. والدي إن شاء الله أستم زيني. اكتشفت أنت أنك عندك هاي الموهبة وأنك تختار تمرك. هي لا مرحلة تتطور. الموهبة تطورت بعض المراحل. الحمد لله. كانت في مرحلة اللي تو فما خامة صوت. بعدين كانت في مراحل فما شوية عرب. بعدين هكذا صوت تطور. الحمد لله. بعد 2011 ديك الساعة تقريبا فما توانسة وهم اللي دائما كانوا يسولوني يقولوا انت لماذا ما تصعنك يقولي مع القرايه لان توانسة بالنسبه لهم كمجتمع عادي عندهم يقولوا انت لماذا تقرا انجينيري لماذا تقرا الهندسة الميكانيك لماذا ما تتخصص في الموسيقى وموك عندهم واحد يقرا يلحق باك يعدل باك الفن ويمشي يتخصص في الموسيقى الموسيقى عندهم فن تخصص محترم صحيح عندهم واحد. معاهد عندهم ياسر معناها تخرج تخصص الموسيقى تشوفي معناها انسان طبيعي كيف الناس فر بل ما هذا قاعد يديروا فوقهم فالكونتر هنا تلقى حد ما هو تخصص الموسيقى وانت حد مول يغني يتهين قال عنه واقع له زين عندك هون تحية من مصطفى النهاه موجه تحية الرافيق قال هو موجه لكم تحية لكم أيتها الصحفيتين الرائعتين وتحية للصديق العزيز عبد الله الزين صاحب الحنجرة الذهبية وأعرض عليه مساعدة في كل ما يتعلق بالتصميم والمونتاج وشكرا جزيلا راح أعرضها عليك والله إن شاء الله يا ربي عندك هون الفنان الكبير سدوم والليد تحياتي وتقديري لكما صفية وسميرة وتحية الكبيرة للأخ الحسين وأقوله على بركة الله إلى الأمام حياك الله بصوت ولا أروع وحضور لا يستهان به موريتانيا تنتظر من زمان بروز صوت وحضور من مستواك فقم بواجبك اتجاها شارك في المحافل الدولية فصوتك وحضورك كفيلان برفع علم وأي شرف أن يرفع شخص علم بلاده مرفرفا إلى الأمام وبالمناسبة أدعوك للانتماء لتجمع الموسيقيين الموريتانيين قال عنه داعي كله إن شاء الله تحية أولا ومجالك تحية إن شاء الله صافي الوقت ما تنوي لبابة مثل مداح قالت لك عنها أريد أن أنظم لقاء بينكم وبين عماد بعد إذنكم طبعا عماد دائما يخاف من العادات هل ما دامت على التلفزيون يعني قولي الحمد لله نظم لقاء سبب ذاك عن بوثينة زميلتي وكنا إن شاء الله نجابه والله قال لك عنه منظم لقاء وان شاء الله هذا يجيك ان شاء الله ربي في الدار وعلمني بها نمشي معك نحضر معك متوحشتها الوقت ماتنا منه ياسر عندك هون رساله جاتني في الخاص من الصديقه مليكه تحيه
طيبة. تحية لكم وتحية خاصة لضيف الحسين المبدع واللي عبد الله الزين، وسلمي لي على حليم الشعب الموريتاني وطالبي منه يشارك مسابقات العالمية كيف عرب ايدول، واحلى صوت وهو اللي قد يوصل موريتانيا العالمية مشجعين والمجتمع الموريتاني لين ما يأيدوا يعود خسر احد اجمل اصوات في العالم. مرحبا بك حبيبتي، شكرا جزيلا ملكة. اذا الحسين له تختم لنا تختمكم بشي بشي صحيح. اولا نختم لكم بشي صوفي الليل اللي تبغي بشي صوفي توفي معكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. أكثر من رسالة عليه الصلاة والسلام. أكثر من رأي ما شاء الله تبارك الله. معقول وتبارك الله. عندك هون طلب جاك على موقع تواتر، ويسمحوا لي شوي ما قدرت ما شاء الله نتواصل معهم بصفحتي أنا ما شاء الله الشخصية عليها ما شاء الله ياسر من الضغط. قلت لك عنك سابق أن أخت موت تغني لها شوي إليسا، مقطع من إليسا. إليسا 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 بون إليسا ما غنينا بأي شيء ذاك اللي أول مرة أول مرة غني لها إليسا. إليسا تجبرها بعدين ما نحفظ هالشيء زين. من درك أنك بتخمم هذو المقاطع اللي عندك تجمعهم في سي دي وتوزعهم؟ والله ما أنا قاعد ليش المقاطع، أنا إن شاء الله ندور منتج ألبوم جديد. ألبوم الكوفرز عندك على حد مثلا يقلد فنان أخر. نتخمم إن شاء الله نعدل. والله تعدل سينجل تطرحهم. تم نعدل الكوفر يعودوا حقيقيين برو، يعودوا مسوي تصوير زين. يعودوا بصوت هايت كواليتي. إن شاء الله ندور إن شاء الله ندور. إن شاء الله يا ربي. عبد الله الزين نصيحة موجهة للشباب المواهب. في النهاية راني شاكركم. شكرا جزيلا. وشاكر الفنان الرائع. أنا شاكرك والسي حسين، وأنا مستعد. المساعدة في أي شيء. الله يسلمك. ومساعدة الشباب الموريتاني كامل اللي يبقى يرتقى بفكرة. لأني أنا شغلتي هي تنمية الرأس مالي المادي ومساعدة الإنسان كي يتجاوز الأنماط السلوكية التقليدية. علينا الآن أن نستثمر في الإنسان لأنه حان الوقت لأن نصير مستمع متحضر متصالح مع نفسه. زين. زين. شكرا جزيلا عبد الله. وشكرا جزيلا للحسين على قبول الدعوه. وشكرا نتمنى ان شاء الله من عند مولانا انك ان شاء الله نجاح لعلى لعلى ان شاء الله ان شاء الله ونعود لك واحد ينصوت لك في هذو البرامج العالميه والله ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام ما بقى معايا من الوقت ما هو نشكر فيه ضيوفي اللي كانوا معايا في هذه الحلقه، هو المبدع صاحب الحنجره الذهبيه الحسين والمحمد يسلم والزبير والدكتور الباحث في علم الاجتماع والانتروبولوجيا عبد الله الزين في هذه الحلقة، وكانت معايا في تقديم الحلقة وإعدادها سميرة السماني. شكرا جزيلا. وشكر شكرا موقع تواتر النقل المباشر اللي ما شاء الله ما قديت نقرأ رسائلهم، وعلى صفحتي أنا الشخصية مي نفس الشيء ما قديت ما شاء الله نكمل بهم اللي ما شاء الله كان فهم ضغط عليا متين. وشكرا جزيلا وشكر المخرج الرائع عمر جوب باط مهاجي جلو بعد نبطنش مهاجي صحيح. موجنا تحية خاصة، موجنا تحية حق بعد تحية خاصة للأخت اللي خلف الكواليس هي متابعتنا هي والأخ، موجنا تحية وشكرا جزيلا تدير علي قالت بيني أنا والسميرة المخرج هو السميرة ختمي على يباله هذا يبان ما فيه المول. إذا عني شكر المخرج الرائع مهاجي جلو، في أمان الله لقدنا إن شاء الله موضوع جديد.